بقى مش عايزه حبيبتي تيجي تعيشي معايا. والله ما اقدر يا ماما، بس ليه؟ انت عارفه يعني الموضوع. يا اسود هتودينا في 60 ده، يلا يخرب بيتك وبيت امك. ربنا يستر ربنا يستر. هتعمل دلوقتي البت دي يا بت؟ عمو انت ما بتجيش عندنا البيت ليه؟ بت انت تعرفيه؟ انت تعرفيني يا حبيبتي؟ لا انا اسفه لك جدا يا البيت. انا اسفه لك جدا يا استاذ، هي كل ما تشوف حد بتشبه عليه. تعالي يا ماما، تعالي يا حبيبتي. هو انا مش قايله لك الموضوع ده ما يتكررش تاني يا حياه؟ تتكرر ايه يا ماما؟ تعرفيه؟ تعرف الراجل ده؟ تعرفه كل يوم بيجي عندنا. كل يوم؟ ده مين ده بقى ان شاء الله؟ مفيش حاجه من اللي هي البنت بتقوله. يا سلام يا ماما. طفله؟ طفله ايوه. تعالي اوعي هي تقعد معايا، عشان كده مش عايزه تيجي تعيشي في البيت عندي. انا هعرف مين دوت بطريقتي. كل حاجه كده راحت في 60 داهيه. هو ده بيجي عندكم البيت وابني مش موجود؟ اه تيتا. بيجي يعمل ايه؟ الو ايه يا عماد؟ ضروري تتصرف، البت ستها خدتها يا عماد. ستها خدتها ومصر ان هي تعرف من البنت كل حاجه عنك. لازم تتصرف، البت لو اتكلمت باي حرف واحد مع ستها بيتي هيتخرب، حرام عليك. الله يخرب بيتك، انت كان لازم ان انت تمشي اصلا من الشارع ده يا عماد. ايه ده؟ ايه ده كده؟ خلينا نعرف نتصرف. طب خلاص انا هتصرف، ما تقلقيش. طيب ماشي، حاول تتصرف. روحي انت وانا هتصرف. ماشي انا هطلع على البيت. ماشي سلام. بقول لك ايه، انا محتاجك دلوقتي، محتاجك ضروري في طلعه. يا استاذ. ايه؟ انا بتاع التاكسي اللي كنت راكبه معايا النهارده. تاكسي انا ما خرجتش اصلا. يا استاذ انت نزلت ونسيت تحاسبيني اصلا. لا انا ما ركبتش اصلا تاكسي النهارده، ما خرجتش. ازاي يا استاذه بس؟ زي الناس. طب والاجره؟ اجرتي انا ما ركبتش. انت يا بيه هتقبلي يا استاذه؟ بنت راحت فين؟ بنت راحت مش هو ده؟ يا تيتا يا تيتا. بس بس يا حلوه تيتا مين وبتاع ايه؟ بس اسكتي. تعالي يا بنت. البت راحت فين؟ انا اتغشيت فيك يا واحده شبهك يا ابني. الايه يا البت راحت فين؟ يا لهوي ما اتصل على ابوها. يا لهوي الحقني البت اتخطفت، مش لاقياها، كانت ماشيه معايا. الحقني بسرعه انا عند البيت. بقول لك ايه حصل؟ والبنت معايا دلوقتي. لا عيب، البنت في الحفظ والصون لحد ما ناخد اللي احنا عايزينه. اللي اتفقت عليه يجي، والبنت في عينيا. تمام قوي كده، بس خد بالك من البنت، حطها جوه عينيك. يلا سلام. اي حلو. ايه يا عماد؟ تمام. اخدت البنت؟ حطها في عينك يا عماد. لا اطمني، ما تقلقيش، البنت خلاص بقت في امان. طب تمام، اهم حاجة ان محدش يعرف عننا اي حاجة. ماشي يا عماد، خلي بالك من نفسك وخلي بالك من البيت. سلام يا حبيبي. يلا سلام. اما رن بقى على حماتي واشوف هي هتقول لي ايه. ايه يا ماما؟ بقول لك ايه، انا هاجي اخد البنت. نعم؟ مين دي اللي مش عندك؟ ازاي يعني انت تقولي لي هاتي البنت وتاخديها غصب عني وفي الاخر ان انت تضيعيها؟ ماشي طب اقفلي، انا جايه لك دلوقتي. سري مش مهم، اهي بقت مع عماد وانا اطمنت. يا ترى انت فين يا حياه؟ قولي لي يا امال البنت راحت فين؟ لما انت مش عارفه تحافظي عليها بتاخدها من امها ليه؟ ليه كده؟ حرام عليكي. انت هتقعدي تخبطي؟ قولي لي البنت راحت فين؟ البنت اتسرقت باسم مراتك، هي عارفه البنت مين اللي خدها. ده طبعا بقى حوار منك، عشان انت مش موافقه على الجوازه من الاول، لكن ما توصلش بنتي، انا كله الا بنتي. اخرس يا واد انت، هو انا هاخدها اخبيها ولا هرميها؟
دون باتفاق من مراتك، مراتك عارفه مين اللي خدها. مراته؟ يا ام انا قلبي وجعني. مراته بنتي، قولي لي هي فين ولا مين؟ مراتك بنت اسمها مراتك. مراتك؟ ايوه مراتك في كل حاجه. حرام عليك انت مستقصداني ليه؟ حرام عليك، دي بنتي اللي مخطوفه مني. اميره اهدي بس اهدي وان شاء الله كل حاجه. بنتنا ما اتخطفتش يا احمد غير لما راحت لها. طب بقول لك ايه؟ انا عايزك تروحي دلوقتي وانا ان شاء الله ساعه زمن وهجيب البنت لحد عندك. لو عايزاني ان انا اسيب احمد وحياه ربنا هسيبه، بس رجعيني البنت. حرام عليك يا اميره. قلت لك اهدي وروحي انت دلوقتي، اهدي وروحي انت وانا هجيب لك البنت. هحب على ايدك، احب على ايدك والنبي والنبي والنبي، بس رجعي لي البنت عشان خاطري ارجوكي. روحي شوفي انت وديتيها لمين. يا امي برضو اميره معلش احنا كده مش هنخلص، واحنا مش وقت الكلام ده اصلا. روحي انت وانا قلت لك هجيبها لك. معلش عشان خاطر روحي انت. اما نشوف اخر ساعه. اتفضلي دلوقتي. هتقفوا تخانقوا في بعض واحنا في بلوه وبنت مش لاقيها. يوريني بقى هتجيب البنت ازاي. بص بقى يا امي بالراحه كده وبالعقل قولي لي ايه اللي حصل بالظبط. وانا ماشيه معاها ومعانا البنت، راح البنت راحت شافت واحد قالت له الو. انا مش مصدق اللي انت بتقوليه ده. بقى كل ده بيحصل؟ امشي ورا مراتك وانت تعرف بنتك فين بالظبط، ايه مخبياها. امشي وراها من سكات رقابها. ده ايه ده؟ ده بيت مين اللي دخلته ده؟ سايب الباب مفتوح. عماد الحقني. ايه؟ يا بنت ما تلاقيش، البنت معايا. الدنيا عندي بايظه كلها، لازم ان احنا نرتب دلوقتي كل حاجه يا عماد. كل حاجه كانت مترتبه لحد بنتك ما شافتني. ما هو انت اللي حركت ان انت في الوقت ده ان انت تمشي من الشارع هنا. وانا مش عارف ان انت هتعدي. عماد وبنتي، انا مش مصدق اللي انا بسمعه وبشوفه ده. طب احنا هنفضل ان احنا واقفين عمالين نتكلم كده كتير؟ انا عايزه ان انا دلوقتي اطمن على البيت. يا اختي ما تقلقيش تعالي. طب راح وراهم دلوقتي؟ لا انا لازم اطمن الاول على بنتي وبعد كده يبقى يحلها ربنا. يا عشرة فين البنت؟ فين البنت؟ انت جاي فاضي ليه؟ فين الفلوس؟ يا شف امها عايزاها. امها؟ امها ايه؟ واحنا من امتى عماد بتاع العواطف والكلام ده؟ احنا اللي بينا شغل يا عماد، تجيب الفلوس تاخد البنت. طب ارجوك ارجوك انا محتاجه ان انا اطمن على بنتي. اشوفها بس. خليه يدفع يا ماما، خليه يدفع عشان تاخد بنتك. ماشي بقول لك هشوفها وبعد كده هبقى اديلك زفت النيله الفلوس. ايه ايه يا عماد؟ انت بتخلي الحريم يتكلم معاها ازاي؟ انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا خدها يا عماد واتكل على الله، شغل العواطف ده يا حبيبي احنا مش بتاع الكلام ده. يا اشرف هي بقول لك هتديك الفلوس. من امتى وانا باخد فلوس من النسوان؟ انا فلوسي من الرجاله. انت مش ليك ان انت الفلوس تاخدها على داير مليمه. طب فين الفلوس؟ جايين فاضيين. انا بقول لك اشوف بنتي اشوف بنتي وبعد كده هديلك الفلوس بتاعتك. بقى انتوا متفقين مع بعض كل ده؟ طب حياه امي ماشي، لما اطمن بس على البنت هتشوفها اعمل معاكم ايه. يا اشرف وانا من امتى وانا كلتك اصلا؟ وانا من امتى وانا بطلع حد من غير فلوس؟ ايه ده؟ احمد خلاص كل حاجه كشفت واتعرفت. احمد والله العظيم مش زي ما انت فاكر اصلا اي حاجه. خلاص خالص مش عايز اسمع صوتك، انت لسه حسابك جاي بعدين. يا احمد وانت خلاص انا مش مصدق بقى انت اللي تعمل كده مع بنت اختك. بقول لك ايه؟ هديك الفلوس اللي انت عايزها. وده مين ده كمان؟ انا ابو البنت. ابو البنت اللي عندك. ابو البنت هديك الفلوس اللي تطلبها واللي انت عايزها، بس اهم حاجه تجيب بنت واطمن عليها. لا ما تخافش، ما دام هتديني اللي انت عايزه هتاخد بنتك. عينيا حبيبي تسلم. بس فين البنت قول لي؟ مفيش وقت. تعال تعال خدني معاك يا احمد. هرجع لكم. ايه خايفه على البنت قوي؟ اما بتعمل فيها كل ده ليه؟ حسابكم معايا بعدين يا احمد. احنا انت وكلت اخوكي.